بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نصر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر، فأحل وحرم وأباح وحضر، وابتلاه الله في بداية النبوة بمضارات من كفر، فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر، إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في ذاته لا قسيم له، سبحانه على فقهر، وملك فقدر، وبطن فخبر. إلهي، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها، رهبا وكل الكائنات توحد. أنت الإله الحق الذي كل القلوب به تقر وتشهد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإنه سبحانه وتعالى أمركم بذلك فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة الكرام، إن الله خلق الخلق لعبادته، وبعث الرسل إلى الناس ليعبدوه وحده لا شريك له، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله سبحانه وتعالى لا تقوم إلا بالإخلاص له، فالإخلاص هو حقيقة الدين ولب العبادة، وشرط في قبول العمل، وهو بمنزلة الأساس للبنيان، وبمنزلة الروح للجسد. ولذلك لما كانت أعمال الكفار لا إخلاص فيها، جعلها الله هباء منثورا، فقال عز شأنه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: وهذا الإبطال والإحباط نتيجة ونصيب كل من لم يخلص العمل لله تعالى وقصد غيره. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فيا خيبة من جاء بأعمال كالجبال يجعلها الله هباء منثورا ويكبه على وجهه في النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قتلت ليقال جريء فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه من المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فنعوذ بالله من الخذلان، فسبحان من لا تخفى عليه خافية، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن المرء مهما ضلل الناس وخدعهم ظاهره وصورته، فإن هذه الظواهر والصور وهذا التزيف والتضليل لا يغني عنه شيئا،
أما عند الله تعالى فقد قال في كتابه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أما الناس فسرعان ما ينكشف الستار وتبدو الحقيقة للأنظار، إما في الدنيا أو في دار القرار. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أيها المسلمون، اعلموا أن من أعظم أسباب تخلف الإخلاص وغيابه في الأعمال هو طلب الدنيا أو محبة المدح والثناء. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. قال رحمه الله: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الزهد والطمع في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت لك ناصحا: أما ذبح الطمع فيسهله عليك يقينك أنه ليس شيء يطمع فيه إلا هو بيد الله، ولا يملكه غيره، ولا يؤتي العبد منه شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. قال الأعرب ذلك الأعربي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله عز وجل، فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. فإذا جاهد العبد نفسه حتى زهد في الدنيا وفي مدح الناس وثنائهم وقصد الله في عمله كان من أهل الإخلاص وفي مدح الناس وثنائهم وقصد الله في عمله كان من أهل الإخلاص. الدين أما الأعمال فكلها لله، فمعاملة الناس ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريد بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة والمنزلة، ولا هربا من ذنبهم. وبهذا تكون أقوى الناس، لأن وليك حينئذ هو مولاك القوي المتين. وبهذا تكون من أهل الكرامة في هذه الدار وفي دار الجزاء. هذا عباد الله، وأقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين خير الورى وسيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، إن لإخلاص العمل لله تعالى فوائد كثيرة، أذكر بعضها عسى أن تكون حافزا لنا إلى مزيد من الاجتهاد والعمل في تحقيق الإخلاص في الأقوال والأعمال. فمن ذلك أن الأقوال والأعمال لا تقبل إلا إذا صاحبها الإخلاص، فالأعمال مهما حسن أداؤها إذا لم يصاحبها الإخلاص فهي مردودة حابطة، ومنها أنه سبب لمغفرة الذنوب والفوز برضا الله تعالى، ومنها كذلك أن الإخلاص سبب لقوة القلب ورباطة الجأش وتحمل أعباء العبادة وتكاليف الدعوة. ولو تأمل الواحد منا بعض حال المخلصين الصادقين لتبين له ذلك. فمن ذلك رباطة جأش النبي صلى الله عليه وسلم وقوته مع توافر أسباب الهلاك عليه، حيث قال لصاحبه وهو في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وهناك فوائد أخرى لا يسع الوقت لذكرها. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا وفقكم الله أن الأعمال والطاعات لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العاملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحد، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فأوصيكم يا إخواني بتصحيح النيات والأعمال لله تعالى. اللهم يا رب اجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين في إخلاصهم، واجعلنا هداة مهتدين
غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهتدين ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا اللهم عن نهجهم ولا عن طريقهم ولا عما جاءوا به. وانصر اللهم من قلدته في الأرض أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، واحفظه في ولي أهده مولاي الحسن وكافة أسرته الملكية الشريفة إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارزقنا البطانة الصالحة واحفظنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.